السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا لله وإنا إليه راجعون إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى أعظم الله أجرنا وأحسن عزانا وغفر لميتنا اللهم أجرنا في مصيبتنا وخلف لنا خيرا منها ولا ليال وحضركتين براه بلشدك وعركتين رنتي ما انتقب سدي جيريدي نحذنت بنيد عالمكي صوماليات عالمك أها مربيك أها مفسرك أها داعيك أها وش عبد الناصر حاج أحمد يوسف أبو أحمد أو قرح لو ربك سدي مقالة كيسمايو وحن سو حسوستي دلك شيخ إحسوسيي هذا العمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه مرو ديبي أفر بقول أو دينار بو ديبي صحابي أبا عبيدة ومسؤولها كدم وحور بالفيرية وحوك سمايو ووضا الصدقية أفرتي بقول بو بحيي هذا أفر بقول أو كلب أولي بمعاذ بن الجبل يسون أفرتي بقول بو بحيي كدب وحا مركي الله ورمي بوحور إنهم إخوة بعضهم من بعض وحي أهاي ولا له ولا لها أو قيب قيب أي كأهاتي بمعنى تد ولا له هل تربية له هل منهجه هل ملكيمت أيه وضع هايان كردوح القاتي ويسوح السوسية قصداسي دلكي شعب دقادر نور فارح يسوه صلاة عصر كجرة لود لمقالة القروي ويسوح السوسية دلكي دكتور أحمد حاج عبد الرحمن يسوه صلاة الصبح كبحي ولبا يوم عاشورا صومن لود لإساقنا مساجد كركيسة مقالة بوساسو شيخ عبد الناصر حاجي صلاة الظهر كيسوغ أو كبحي درسي عشر نأقريي أيام مساجد كوركيسي بنان كيسي ساقنا اللوود لي وحياها أيان هذا الذي أقدم بي دردارن كيسي شيخ محمود حليك أو كمدها علمذا رنتي آد كشيخ يسود لوايين دردارن كي هبين هرا أقدم بي مركول شيخ ميل هلس بضن باتكتي بل إسئلال انتي تبرأة وحيولي محمودو شيخ محمودو أنا وهذا نفتي ذا وان هبيي انتي عمري رسول كن ولان لهانا وان قاري نينك أنا هذا ما انت إدلانا وان يو آخر السيقيا وهذا هذا العجب بضم ويا شيخو تقريبا وحالي ذا كن سقال بقول كنتون إيا تدوذي أيو رشي تأداسي تقريبا وحين قنسا لحدا إيا شن إنو جري عمر الغالب كي أمدا بوها عمري سيدو أولا يهيبه لقد ما يستريبوها الدعو إيو وحبرد إيو مرو معلن كاها ودن كيمن مرو قاضيها مرو داعيها مركز الفرقان يمقال هذا الله سعانو دي الدعوه دو ماش أي بيردكتي ومؤسس كاذي أها انتا كليم ما أهين داد كي عيدا مدي صوماليا صوماري ودن كالدفاعي سنة كقيب قليبو أها وحان ربنا ولا ليال كعن كحق درن بعد الشي وحال لور رجينا إياه يرجى له الشهادة بإذن الله تبارك وتعالى إنه الشهادة كل انتيء الشهيد أها ما دامو قعن كحق طرني أيدي شيء ما دامو ولما جركي سؤوه ذا قبتي ولما ذي قب جوغ أها سدين وشيغين جركي سؤوه ذا قبتي إنه الشهادة وكل انتيء إلهي سبحانه وتعالى وحان كوي دي سننا بأسماء الحسنى وصفاته العلا إنه الشهادة وردغو إلهينا سبحانه وتعالى أهلك يا ريرك وكبحينا وسمر يا إيمان يا دعوة يا محبينتي يا ضدك وكتك أوردن وكل جن أن كجرنو إلهي سمر يا إيمان إن غسيو إسجن إلهي سبحانه وتعالى جنة الفردوس وكم ارتقاضه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم اسو دعيه شيخا لو دعيه ما انت وحنا نغباهن يحي ودعو الهينا سبحانه وتعالى سؤالهنا هو فضديه قبرنا الروضه من رياض الجنه هو دغو عذاب القبرنا الهي سبحانه وتعالى كبد باديو ترجوينك سنكر الله ييلو هدي احسانك سو دن الله سي وني وناجيو سيئاتك سن الله كقري وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.